تأثير الحرمين. أثير الحرمين برنامج من إنتاج الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أثير الحرمين من إعداد وتقديم عبد العزيز بن صديق وعبد العزيز بن حسن الزهراني، متابعة عبد الرحمن الأنصاري، إشراف سلطان المسعودي، إخراج عبد ربه بن عبد الرحمن الشنقيطي. أثير الحرمين. أيام معدودات لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا لباس التقوى خير لباس. الحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أي يوم هذا معشر المستمعين؟ هو يوم عرفة، اليوم العظيم الكبير الكريم، خير يوم طلعت عليه الشمس كما يقول نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم عظيم في ميزان الإسلام، ليس للحجيج بعرفة فحسب، نعم هو لهم بمثابة الركن الأعظم في حجهم الذي جاءوا إليه، وهم يشهدون هذا اليوم، فإنه ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى مقسما في سورة البروج: وشاهد ومشهود. وقد جاء تفسيره في حديث الترمذي وصححه الألباني أن اليوم المشهود هو يوم عرفة، كما جاء في تفسير قوله تعالى في القسم في سورة الفجر: والشفع والوتر، أن الشفع هو يوم النحر وأن الوتر هو يوم عرفة. لقد أقسم الله بهذا اليوم، وجاء تعظيمه في نصوص الشريعة بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أخبر كما في صحيح مسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقوله صلوات الله وسلامه عليه كما أخرج مسلم أيضا في صحيحه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه فضل ليس حصرا على الحجيج الواقفين بعرفات هذا اليوم معشر المستمعين، هم ربما كانوا أحظى من غيرهم وأقرب إلى الفضل لعموم ما غبطهم به الناس وهم يشهدون هذا الصعيد، لكن غير الحجاج وهم صائمون هذا اليوم يلتمسون فيه وعد النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فما من مسلم اليوم إلا وهو بين صائم غير حاج أو واقف بعرفة حاج، والكل سواء في التماس رحمة الله وعفوه وفضله. إنه عظمة اليوم التي نص عدد من شراح الحديث على أنه ليس خاصاً بأهل الموقف بعرفة، فالكل يلتمس الدعاء ويطرق باب ربه ومولاه. اليوم عظيم والرب كريم ورحمة الله واسعة، ولن يرد الله سائلا ولن يخيب راجيا ولن يحرم مدمنا على طرق بابه سبحانه وتعالى. فأحسنوا الظن بربكم وكونوا خير عبد متذلل بين يدي ربه، ولسان حالكم: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم فبلغنا من هذا اليوم أعظم الفضل والكرم والمنة والعطاء، واكتب لنا فيه يا ربي رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، واجعلنا فيها يا ربي من السعداء العتقاء، وأكرمنا بفضلك واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين، وأكرمنا يا ربي بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل يا ربي وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. أثير الحرمين. معالم من الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا رحب فيكم الآن في ساحات المسجد النبوي، وهي معلم من معالم المسجد النبوي. فالساحات مساحتها 235 ألف متر مربع. الساحات تحتوي طبعا في الأسفل 4 أدوار تحت الأرض، 3 أدوار دورات مياه، أكثر من 5000 دورة مياه، أكثر من 5000 موقف سيارة، دورين مواقف سيارات. وطبعا نلاحظ بالساحات أيضا موجودة الشمسيات الخارجية 250 شمسية، الشمسية الواحدة مساحتها 500 متر، وهي أحدثت في عهد توسعة الملك عبد الله رحمه الله. والمساحة الشمسية الواحدة 500 متر، وهي مصنوعة من نسيج يسمى التفلون ضد الحريق وضد الرطوبة، الصناعة ألمانية وتقنية ألمانية. ثم بعد ذلك نلاحظ في الساحات بالجهة القبلية الغربية موجودة، وبالجهة القبلية الشرقية موجودة خزانات ماء زمزم. عندي بالساحات القبلية موجود أكثر من تقريبا 800 تقريبا حدود 800 طن ماء زمزم تحت الأرض. هذه طبعا يوميا يأتي من مكة في الأيام العادية 150 طن ماء زمزم، في موسم الحج ورمضان يأتينا تقريبا حوالي 300 طن ماء زمزم، كلها تدخل داخل البدروم يتم تبريدها ثم توزيعها داخل المسجد. والمناطق التوزيع والتفريغ وهي في باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وباب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويتم توزيع أكثر من 13 ألف ترمس ماء زمزم. وتعتبر الساحات الخارجية هي المدينة في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذه بالنسبة للساحات يوجد لها برنامج بالنسبة للغسيل والتنظيف، وطبعا العناية الفائقة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. طبعا أيضا بالنسبة للساحات الخارجية موجود فيها سور خارجي موجود في أكثر من تقريبا حوالي 40 باب بالنسبة للأبواب الخارجية للساحات الخارجية. هذه بالنسبة للساحات الخارجية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبابة حاج. الله تبارك وتعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، وبعض الحجاج يرهقون أنفسهم ويتعبونها في أشياء قد لا يترتب عليها أجر أو فضيلة. فمثلا بعض الحجاج يؤدي المناسك كالطواف والسعي ورمي الجمار في أوقات الزحام الشديد والحر، فيرهق نفسه ويرهق من معه، وربما فقد لذة العبادة وحلاوتها ولو أدى تلك المناسك في غير أوقات الذروة وعند اعتدال الحرارة لكان أرفق به وأخشع لقلبه. وبعض الحجاج أيضا لا يهتمون بأخذ قسط كاف من الراحة، وربما سهر إلى وقت متأخر من الليل فيختل نظام النوم لديه، ومثل هذه التصرفات تعرض الجسم للإجهاد والإنهاك. أثير الحرمين. أخي الحاج، قداسة الحرم وتعظيم الأرض الطاهرة تستلزم الاحترام والبعد عن إيذاء المسلمين بالتوقف عن التدخين. أخي الحاج، إخوانك العاملون في الحرمين مستعدون لخدمتك، فلا تتردد في طلب المساعدة منهم والتجاوب معهم حتى تؤدي مناسكك بسهولة ويسر. أخي الحاج، شعورك بالمسؤولية بوضع النفايات في مكانها المخصص يحافظ على نظافة المسجد الحرام. أثير الحرمين. أثير الحرمين. أثير الحرمين برنامج من إنتاج الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.